سعر بيتكوين متقلب وبين شهر وشهر معقول يطلع او ينزل 50%، بس وقت نعمل زوم اوت بنشوف انه سعر بيتكوين عم يطلع. بلومبرج انتليجنس بيتوقعوا انه سعر بيتكوين يوصل لل $100,000، اما جي بي مورغان بيتوقعوا انه سعر بيتكوين يوصل لل $146,000، وسيتي بانك بيتوقعوا من هون لاخر السنه يوصل سعر بيتكوين ل $300,000. اليوم بدنا نحكي كيف معقول سعر بيتكوين يوصل لهالارقام الخياليه، ويمكن من هون لاخر الفيديو تبطلوا تحسوا انه هالارقام خياليه. بس قبل ما نحكي عن سعر البيتكوين خلينا اعرفكم عن حالي. اسمي نغم وبماي شانل بحكي عن كل شيء كريبتو، من اخبار لريفيوز لتحاليل بطريقه سهله وسريعه. فاذا بتهمكم هالمواضيع اعملوا سبسكرايب. كمان في شيء تاني كتير مهم لازم قلكن ياه، وهو انه انا مني مستشارة مالية ابدا ولا شوي. كل شيء موجود بهالفيديو هدفه الترفيه والتعليم بس مش اكتر. وبما انه خلصنا من الديسكليمر صار فينا نفوت بموضوعنا. في نقطة كتير مهمة بالاقتصاد لازم نغطيها لنعرف وين رايح سعر بيتكوين، وهي supply and demand، العرض والطلب. كل ما زاد الطلب على سلعة كل ما صارت اغلى، وكل ما زاد العرض على سلعة كل ما صارت ارخص. خلينا ناخد شركات الطيران كمثل. كلنا متفقين انه عدد مقاعد الطيارة محدود، واللي بيتغير هو عدد الركاب. ومنلاحظ انه وقت الاعياد سعر تكت الطيارة بيغلى لانه عدد الركاب هو اكتر من عدد المقاعد الطيارة. اما وقت ما يكون في اعياد سعر تكت الطيارة بينزل لانه عدد المقاعد هو اكتر من عدد المسافرين. وبما انه غطينا هالفكرة خلينا نشوف كيف العرض والطلب بيأثر على سعر بيتكوين. خلينا نبلش بالسبلاي لبيتكوين، العرض. وفقاً لبرنامج بيتكوين بس رح ينعمل 21 مليون بيتكوين. حالياً في بالسوق 18.7 مليون بيتكوين، يعني تقريباً 89% من البيتكوينز تعدنوا، وال11% الباقيين رح يتم تعدينهم من هون لل119 سنة الجاية، يعني آخر بيتكوين رح تتعدن بال2140. وهذا الشيء بيعود للهافينج اللي هو تخفيض معدل إنتاج بيتكوين بالنص كل 210,000 بلوك، او تقريبا يعني كل 4 سنين. وهذا الشيء بيزيد سعر بيتكوين لانه الطلب عم بيزيد عليها مع الوقت بس العرض عم بيقل. هلا خلينا نحكي عن العوامل اللي عم بتزيد الطلب على بيتكوين، وهي تضخم، الانفليشن، معدل الفوائد بالبنوك الانترست ريت، وتبني البلدان والمؤسسات لها. خلينا نفوت فيهم بالتفصيل اكثر. اول نقطه بدنا نحكي عنها هي التضخم. شو يعني تضخم؟ خلينا نرجع بالزمن لوقتها كانت المصاري تحكي. هاي دعاية لجنرال موتورز بالسبعينات، كان سعر السيارة $1,950. اليوم هالمبلغ انجق بجبلنا دويليب ومساحات اذا كانوا عاملين عليهم اوفر. هلا في ناس معقولة تقلي نغم انه السيارة تغيرت وصار فيها اوبشنز اكتر وصارت تسوق حالة بحالة. اوكي مش مشكل، هيدا هو المنيو تبع المكدونالدز بالسبعينات، كان سعر البيج ماك 65 سنت، اما اليوم سعر البيج ماك هو $5. شو صار؟ البيج ماك ما تغيرت، اللي تغير هو القيمة الشرائية للدولار. وقتها العملة تخسر من قيمتها الشرائية بيعني انه نحن منا اكتر دولارات لنشتري نفس السلعة. سبب من اسباب اللي بيؤدي للتضخم هو وقت الحكومات تضخ مصاري بالسوق، وهالايام الحكومات عم بتضخ كتير مصاري بالسوق لتعويض الخسارة الناجمة عن وباء كورونا. خلينا ناخد امريكا كمثل. بشهر 1/2020 كانت الكتلة النقدية للدولار 15 تريليون، اما اليوم هي 20 تريليون. وعم تتخيلوا انه 40% من كل الدولارات اللي انطبعت بتاريخ امريكا انطبعت باخر سنتين. مش بس امريكا عم تعمل هيك، في كتير بلدان عم بيعملوا نفس الشيء، وهيدا مؤشر انه نحن رايحين على تضخم. هلا كرمال الناس تحافظ على ثروتها وتحمي حالها من التضخم تستثمر مصرياتها بالذهب، بالعقار، بسوق الأسهم. مش من زمان صاروا يستثمروا بالكريبتو، وأولهم هي البيتكوين اللي مصنفة كديجيتال جولد، كذهب رقمي. تاني نقطة ما نحكي فيها هي معدل الفوائد بالبنوك. بأمريكا معدل الفايدة هو تقريبا صفر، أما بلدان مثل سويسرلاند، دنمارك، واليابان معدل الفايدة هو سلبي، نيجاتيف انترست ريت، يعني البنك بياخد فايدة من زبوناته لا يخلوا مصرياتهم عنده. وطبعا بهيك حال الناس ما بتخلي مصرياتها بالبنك لانه كرمال ما تخسر من قيمتهم، وبيستثمروها بشيء مثل البيتكوين اللي هو عم بيعطي مردود جذب اكثر من الفوائد بالبنوك، وهذا بدوره عم بيزيد الطلب على بيتكوين. ثالث نقطه ما نحكي عنها هو تبني البلدان والشركات لبيتكوين.
من أول السنة بلشنا نسمع عن شركات عم تقبل ببيتكوين كوسيلة دفع، وغيرها عم بتحول جزء من سيولتها من كاش لبيتكوين، وكمان بلشنا نسمع عن بلدان عم تحتفظ ببيتكوين بخزينتها. بالشركات العامة مايكرو ستراتيجي اشترت بيتكوين بقيمة 4.8 مليار دولار، أما تسلا اشترت بيتكوين بقيمة 1.9 مليار دولار. هلا صح تسلا بطلت عم تقبل ببيتكوين كوسيلة دفع، بس هالشي ما بيعني انه هن منن مؤمنين ببيتكوين، لانه ما بيعوا البيتكوين تبعهم وبعدن مساكين فيهم. عدد البيتكوين الموجود بالشركات العامة حول العالم هو 216 الف بيتكوين اللي قيمتهم 9.9 مليار دولار. هلا خلينا ننتقل على البيتكوين ETFs والتراست فاندز، اللي هي أداة استثمارية بتمثل سعر البيتكوين وبتسهل على المستثمرين انه يتاجروا فيها من دون ما يملكوها فعليا. اكبر بيتكوين تراست فاند هو جريسكيل اللي عندهم 654 الف بيتكوين وقيمتهم 30 مليار دولار. اما البيتكوين ETFs حول العالم عندهم 816 الف بيتكوين وقيمتهم 37 مليار دولار. خلينا ننتقل للبلدان اللي عم يحتفظوا ببيتكوين بخزينتهم. بلغاريا عندهم 213 الف بيتكوين اللي قيمتهم 9.7 مليار دولار، اما اوكرانيا عندهم 46 الف بيتكوين واللي قيمتهم 2.1 تريليون دولار، والسلفادور صاروا يقبلوا ببيتكوين كعملة قانونية بجانب الدولار. مثل ما شفنا الطلب على بيتكوين عم بيزيد بسبب التضخم ومعدل الفوائد القليلة وتبني البلدين والشركات لإلها. هلأ مع الوقت رح نشوف بلدين والشركات أكتر عم بيتبنوا بيتكوين، وهالشي رح يزيد سعره لأنه العرض تبعه عم بقل والناس اللي بدهم بيتكوين عم بيزيد. يعني افتراضية أو توقعات أنه بيتكوين توصل للمئة ألف أو للثلاثمئة ألف دولار هو منه شي خيالي، وبحس السؤال لازم يكون مش إذا رح توصل لهالأرقام بس إمتى رح توصل لهالأرقام. هلا انتو قولولي قدي معقول يوصل سعر بيتكوين، اكتبولي توقعاتكن بالكومنت تحت. اذا حبيتوا هالفيديو لايك اند سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكن الكونتنت تبعي، وانا بشوفكن فيديو جديد.